إذن مشاهدي قناة شوف تي في أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من قلب مدينة الدار البيضاء. مشاهدي القناة وجميع المغاربة اللي داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، ساعات قليلة كتفصلنا على نهاية السنة هذه 2023 اللي مراجعين عندنا بالأحزان ديالها بالأفراح ديالها كذلك. كل واحد فينا الى سولناه وعطينا واحد دقيقه ولا ساعه يتكلم لينا على الاشياء اللي عاشها في السنه هذه، يمكن كل واحد القصه ديالو كيفاش كانت مع هذه السنه. كاين اللي غيكون عاش قصه حزينه، كاين اللي غيكون دوز احسن سنه في حياته انه نجح فيها ولا كبر فيها واحد البروجي ولا دار واحد المشروع ديال الزواج ولا زاد عنده شي طفل. كاين اللي غيكون في السنه هذه كذلك العكس، انه فقد شخص عزيز عليه، توفى ليه الاب ديالو ولا الام ديالو، توفات ليه الزوجه ديالو، لانه انفصل في شي علاقه حب كان فيها، ولانه سقط في شي مشروع ما كانش ناجح فيه، ولا كذلك المدرسه. يعني كما تنقولوا سنه دازت بالزوين والخيب، سنه كما تنقولوا بقات للنسيان. دابا حنا غنحاولوا اليوم نشوفوا الناس غيقولوا في نهايه السنه. طبيعة الحال حنا الانسان ماشي معصوم من الخطا، اكيد كنغلطوا في حق بزاف د الناس، كاين اللي غلطنا في حقه وكاين اللي غلط في حقنا. شنو تبغيو تقولوا للناس اللي غلطوا في حقكم ولا نتوما غلطتوا في حقكم؟ يعني هذا لايف اللي غيكون مفتوح لجميع الناس اللي كتفرجوا فينا دابا، انهم يكتبوا شنو ما بغاو، شنو ما جا في بالهم. فهذه قناه الشعب كنفتح المجال لاي واحد يقول اللي بغى. لهذا تسمينا بقناة الشعب وتسمينا بالعين الثالثة التي لا تنام بالنسبة للشعب المغربي. أكيد حاجة واحدة متفقين عليها حنا كاملين في 2023 هي أننا عشنا واحد الحزن الكبير بزاف وفقدنا فيه الإخوان ديالنا في زلزال الحوز اللي كان صاب المغرب. الله يرحمهم في هذا النهار ونعاودوا نشدوا لهم الرحمات. الناس اللي كانوا قاسونا في قلبنا وبسببهم بينا على أن الشعب المغربي واحد البوبل اللي سوليدار، ولا أنه واحد الشعب اللي متضامن. العالم كامل شهد بالقوة ديال الشعب المغربي وشهد بالتضامن ديال الشعب المغربي. الحمد لله كان امتحان من عند الله سبحانه وتعالى. نتمنى أن الله سبحانه يرفع علينا هذا الشيء ويخلي هذه السنة الجديدة تدخل علينا في كامل الأحوال مزيانين وعلى خير، وما نتعرضوش لشي كارثة طبيعية كما وقعت في زلزال الحوز. يعني كنشوفوا ناس بزاف غلطنا في حقهم في هذه السنه هذه، ولا هما غلطوا في حقنا. نكونوا متسامحين اننا غنودعوا هذه السنه، معليش اننا نبداو واحد الصفحه جديده، حيت كاين بيناتنا هنايا اخ زكريا حرباب شكرا لك، كاينين هنايا الناس اللي كيتفرجوا فينا عندهم مشاريع 2024، ربما عنده اجازه كما قلت لكم مشاهدي الكرام، ربما عنده ماستر، ربما عنده دكتوراه. يعني كاينين بزاف ميدات في هذه السنه هذه. ان شاء الله كنتمناو كل واحد فينا يتحقق ليه الاحلام ديالو وانه يوصل لك الشيء اللي بغى. واهم حاجه هو اننا ندوزوا هذه السنه هذه القرب ديال الوالدين ديالنا ولا الاحباب ديالنا. واللي ما عندوش الاحباب ديالو ولا ما توفوا ليه فالله يرحمهم. وان شاء الله احنا كاملين اخوه وحنا كاملين نجمعوا ديما. الله سبحانه وتعالى والدين الاسلامي ديالنا وصانا على اننا نكونوا مجموعين ديما، واننا كنحتفل ماشي كنحتفل براس السنه اننا على اساس اننا ماشي مسلمين ولا شي حاجه، انما حنا ماشي كنحتفلوا، انما غير الناس كيتجمعوا بعضياتهم وكيودعوا هذه السنه هذه اللي دازت بالافراح والاحزان ديالها. عبد المسعف شنو قال لنا؟ قال لنا اللي غلط في حقي ما عمري نسامحه، خلى اثر كبير في نفسيتي مع انه كان تعرفني انا كيفاش داير وكيف انا معقول، اني للاسف ما نسامحوش وحقي عنده يوم الحساب. ربما اخ عبد المسعف قال عنده بزاف الحوايج اللي طراو لي مع هذا السيد هذا ولا هذه السيده. شنو نقول لك خويا؟ ما عندك ما دير، الحساب كيبقى عند الله سبحانه وتعالى، والمسامح كريم. انت راك عارف من الاحسن انك تنسى الماضي وتبدا واحد الصفحه جديده في الحياه ديالك، والله يسهل عليك. عبد العزيز عرافي قال لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير. عليكم السلام اخي، مساء الخير ومساء النور.
بحكي من الاجواء الليليه البارده اللي كنعيشوا اليوم، في اجواء مغايره طبيعه الحال. الحكم الليالي دخلوا في المغرب، ولا الليالي هو مصطلح كنقولوا احنا المغاربه بيناتنا، كيشكون واحد موجه برد في الايام ما بين اواخر ديال شهر 12 والبداية ديال شهر 1، كتكون ليالي وكتكون قضيه شويه بارده بزاف، الناس كيتغطيو مزيان، الناس كيتكبطوا. ابراهيم حراش، السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. شكون فيكم غيدوز الاجواء ديال راس العام مع والديه؟ حنا غدا عندنا نهايه السنه، غدا اليوم الاخير، اخر 24 ساعه غادي نعيشوها، فمن الاحسن ان الناس جميع الاخلاط ديالهم كما تنقولوا، فهي دي غير فقط كتبقى غير واحد تعبيرات مجازيه تنقولوا، ما غاديش نغلطوا لاننا ما نغلطوش في حياتنا. فماشي العيب انك تغلط، وانما العيب هو انك تخلي نفس الخطا كيتعاود عندك. مثلا انت عشتي مع واحد الناس 2023 ما والموكش انهم كانوا رفاق سوء، كانوا غير شي حاجه، انت غلطتي انك عاشرتيهم، ولكن ما تعاودش تعاشرهم في سنه جديده، يعني ربما خلي كل شيء في ديك الفضل في الماضي وبدا حس بحاجه جديده. فالعيب هو انك تكمل مع دوك الناس واخا عارفهم كيخرجوا عليك مثلا ولا شي حاجه. هذا هو الهدف. الناس اللي مثلا مبليين بشي حاجه وحاول انه يديرها، يمكن لك تربط هذه اللعيبه ببدايه السنه، انك تقول مثلا اخر كارو غادي نكميه في 2023 ام ان شاء الله 2024 ما نكمي والو. ربما هذه تعابير مجازيه ولا انه مبالغه كما تنقولوا، غير باش تحفز راسك انك ما ديرش شي حاجه في سنه جديده، وربما تبدا صفحه جديده. هي اكيد ان لي تخاص ما تيتحيدوش، وانما كنحاولوا نبني واحد المستقبل جديد، ولا كنديفلوبيو لي كومبيتونس ديالنا، كنطوروا المهارات ديالنا ولا المعارف ديالنا فواحد على المدى البعيد، شي حاجه اللي جايه. وحنا كنتمناو لاي واحد كيشاهد هذا البث هذا المباشر، ولا جميع الناس الجاليه المغربيه ولا اللي فوق داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، انا نتمناو لهم واحد السنه اللي جيده ان شاء الله، منهم كاملين لوليداتهم للعائلات ديالهم للصحيحه ديالهم، الناس اللي مغربين برا وبوحدهم، ما عليك الا كنتي توحش ارض الوطن وبغيتي تشوف الاجواء ديال المغرب كيفاش كتكون في راس العام، ما عليك غير تتابع اللايفات ديال شوف تي في ان شاء الله غدا 24 ساعه على 24 ساعه، وكذلك انك تواصل مع العائله ديالك، فالمواصله ما كتكونش غير في راس العام على ديما. وهذا الشيء اللي كاين مشاهدينا الكرام، في 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 نحن خاوه خاوه. شكرا اختي، طوب تي في، السلام عليكم. عبد العزيز عفرين، الله يسمح لي اداني انا وليداتي واللي غلط فيه فيا، الله يسمح ليه، احسن حاجه المسامح كريم. امتى غتدخل سنه جديده؟ ما بقى لها والو اختي ولا خويا، ساعة اللي بقى لي. سكينة الناصري، واش غادي يكون لايف مع سميرة اليوم؟ ما عرفتش البروغرام ديال سميرة الداودي، واش يومين عند البرنامج ديالها ولا لا، ولكن اكيد غادي تكون دايره شي لايف اليوم. عزيزة خالدي، سنة سعيدة لملكنا الغالي محمد السادس، نصره الله وحفظه من الحساد والمنافقين والخونة. سنة سعيدة على طبيعة الحال جلالة الملك محمد السادس، وعلى جميع المملكة المغربية وجميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كارينا إسلام، الله ياخذ الحق في أي واحد أداني وحطمني، ربي كاين، أكيد الله سبحانه وتعالى كاين، فالحق اللي ما تخدش في الدنيا فأكيد أكيد غادي تخد في الآخرة، والناس اللي غلطوا في حقنا الله يسمح لهم، ولا غلطنا حنا في حقهم الله يسمح لنا منهم، حنا أكيد الإنسان معصوم ماشي معصوم من الخطأ، أكيد كيغلط في بعض الحق بعضية، شو هذا الشيء اللي كاين هذا ديال الدنيا. اسمي مسعف عبد الهادي، شكرا لكم، حاولت انني نكون مسامح، لكن هذا هو المشكل، انني سامحت في حقي من الاول وكنت غلط في شخص للاسف، الله يسمح لك منه والله يسمح لي منك، فهذه الحاجه الحياه، واننا نكون متسامحين، والله الله الله سبحانه وتعالى وكيسمح، فالانسان هو خصو يكون كيسمح. يوسف حمزاين، مدينه هذه حنا كتواجدوا خويا في العاصمه الاقتصاديه ديال المغرب اللي هي الدار البيضاء. بسومة مجاهد،
الله ياخذ الحق في الظلام، واللي الظالم واللي كيتعمد يأدي. صراحة كاينين الناس اللي قلوبهم قاس خيبة بزاف، اللي بدون سبب كيأديو الناس ولا كيعيروا الناس. هذوك الناس ما عندنا ما نديروا لهم، كنقولوا الله يهديهم. هما هكاك قلبهم هكاك، فالله سبحانه وتعالى هو اللي عارف النية ديال كل واحد، هو اللي كيجازي كل واحد، ولا كل كيجازي كل واحد حسب النية ديالو. عزيزة خالدي، شعارنا الله الوطن الملك بطبيعة الحال، ولا شعار فوق هذا الشعار، الله الوطن والملك. تحياتي من القاضي ديالنا المشاهدين الكرام، فهو كان ساعات قليلة تفصيلنا على نهاية هذه السنة هذه 2023، السنة اللي مرات بالأحزان والأفراح عليها على جميع المغارب ولا جميع الناس. اليوم جينا باش نفتحوا مجال النقاش مع المشاهدين الكرام، اكيد اننا هناك ناس غلطنا في حقهم وغلطوا في حقنا، شنو نبغيو نقولوا لهم؟ يعني واش الله يسمح لهم ولا يسمح لينا منهم ولا ما مسامحينهمش، ولا واش نبداو صفحه جديده، اننا ننساو الماضي ونبداو صفحه جديده. يعني كاينين بزاف د الحوايج اللي يقدروا يقولوا. انا بالنسبه لي انا انا كانسان انا كنغلط في حق الناس ولا هما كيغلطوا في حقي، بعيدا على صفتي المهنية ولا انا عندي حياتي الشخصية، باش انا كنوجه الناس انني اعتذر لاي واحد مثلا قلت ليه شي حاجة في هذه السنة هذه، ولا انني طلبته، ولا انني تعديت عليه، ولا العكس انا كنسمح لك، ولا شي واحد هو كرفسني ولا شي حد عليا ولا دار لي شي حاجة اللي خيبة، اللهم سامح. يعني الله سبحانه وتعالى كيسامح، انا خصني نكون كنسامح باش انا نهار طلب السماحة من شي واحد اكيد انا السيد يسمح ليا. عز الدين عبد العافي، سلم على العلوي وعلى اخت فاطمه والباقي ديال شوف تي في. كلشي كيسلم عليك خويا، تحياتي لك، يعني انك تعرف من الاهرامات ديال شوف تي في الاخ العلوي اخت فاطمه الزهراء، فهم من الصحفيين الممتازين عندنا في قناه الشعب شوف تي في. تحيه لك اخي. خالد تيجاني، سنه تمشي وسنه تجي والعمر محسوم، ماذا اعددنا في صحه صفحتنا؟ الله يرحمنا برحمته، اكيد الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويغفر لنا ان شاء الله، ويكامل يكون كامل مشوانا للجنه ان شاء الله. إذن مشاهدي الكرام، هذه السنة هذه كما قلت لكم حتى بالنسبة للمغرب كانت واحد السنة اللي الدولة المغربية دوزتها بالأفراح والأحزان. أول حاجة أننا حزننا في هذه السنة هذه، فقدنا الأرواح ديالنا، أرواح ديال الناس في زلزال الحوز، وكذلك أننا بينا باللي الشعب المغربي هو أحسن شعب تقريبا في التضامن عالميا. ناس كاملين شافونا وتفرجوا الفيديوهات ديال المغاربه كيفاش داروا داك التضامن، كيفاش داروا داك القوافل، وكذلك ان المغرب كذلك دار واحد النظامات جديده في السيستيم ديالو، انه زاد نظام التغطيه الصحيه، زاد الدعم المباشر. يعني كانت واحد السنه اللي فيها واحد الافكار اللي زوينه بالنسبه للشعب المغربي وللامه المغربيه وللمملكه المغربيه بصفه عامه، وكذلك اننا تشرفنا او فزنا بتنظيم كاس افريقيا 2025 اللي غنكونوا فخورين اننا غننظموه، وكذلك كاس العالم 2030. يعني بزاف الحوايج اللي عشنا في هذه السنه 2023 بالافراح والاحزان، يعني كانت قاسه علينا وكانت مزيانه لينا، كاملين فرحنا اننا نظمنا المونديال واننا غادي ننظموا كاس افريقيا، وكاملين حزنا وبكينا فاش اننا فقدنا الارواح ديال زلزال الحوز. ان شاء الله هذه السنه الجديده غتكون فيها واحد الحاجه اللي مزيانه بالنسبه للدوله المغربيه، على اساس انه قام بواحد تفعيل واحد الخاصيه جديده بالنسبه للشعب المغربي اللي هو الدعم. انا اكيد شحال من الناس غادي ياخذوا الدعم، وغادي يوليو الحمد لله الناس شويه يقدروا باش واحد المدخول واخا غير قليل، ولكن الحمد لله. اللهم تنقول واحد المثل المغربي، اللهم قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. يعني على الاقل في الدوله كتعطيك واحد القدر الشهري في اخر الشهر، الحمد لله.
تنقولوا يعني الدوله غادا الاحسن ان شاء الله، و 2024 تكون عندنا واحد الحوايج اللي مزيانين، وين كنشوفوا بالطرقات في المغرب تاهما داو كيتصلحوا، البنيه التحتيه كتقاد، يعني بدينا كنشوفوا شي حوايج اللي مزيانه في بعض المناطق، والحمد لله ان تنشوفوا تطور كبير في الدوله ديالنا. هذا عوامل مزيانه اننا في 24 نشوفوا واحد العالم جديد، ما يبقاوش المغرب انه كيتعتبر واحد الدول اللي شويه بقى عندها تضرر. حنا كنعانوا اكيد تضرر ما غاديش يتعالج في سنه ولا اطار ما بين سنه وسنتين، ولكن كاين الخدمه كما تنقولوا، داك الشيء باين. يوسف عزي مسامح كريم، الله يدخل عينه وعليكم العام الجديد بالصحه والسلامه والهناء والرحمه وطول العمر الوالدين. اللهم امين اخي يوسف لك تتا. امينه عليلو السلام عليكم. عليكم السلام اختي يونس عزي. عافاك خويا ديديكاس لبا الحسن ازيرا ولامي فاطمه وتحيه لشوف تي في، الله يخليهم لك اخي يوسف عزيز. انا صديق شوف تي في فور تاكسي. عبد الرحمن ام موسى السلام عليكم. المسامح كريم تحياتي لك، كيف دير الجو؟ اكيد خويا لكم السلام وتحياتي. اول حاجه الجو هو الجو بارد بزاف، السميق لي كما تنقولوا بالدارجه ديالنا بحكم ان الليالي كاينه، يعني الناس يتغطاو شويه يتكبطوا، وهذه رسالتنا للناس ردوا البال مع الوليدات الصغار والناس الكبار في العمر اللي هما راه كيكون عندهم واحد المناعه قليله بزاف وكيقروا اكثر عرضه للفيروس ديال الزكام، يقدروا دغيا يتصابوا به. فنحاولوا نردوا معهم البال، نغطيهم مزيان، نلبسوهم مزيان باش ما يضربهمش البرد، ولبسوا شربوهم شي حاجه سخونه قبل ما ينعسوا، ولا كاملين يشربوا شي حاجه سخونه قبل ما ينعسوا باش يبقى الكوغ ديالنا سخون وباش ما نمرضوش دغيا. حلي لي شويه واعره. كنبغي نقول لكم شكرا على حسن المتابعه ديالكم، القاكم بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر. ما سخيتش اني نودعكم، ولكن جا الوقت باش ننهي هذا البث هذا. شكرا على التفاعل اللي كان كبير منكم نتومايا. قناه الشعب شوف تي في كتقول لكم تصبحوا على خير وسنه سعيده لكم كاملين، وكذلك بالنسبه للناس اللي مترقبين لراس العام، فغدا ان شاء الله غتكون واحد السهره على قناه الشعب شوف تي في يتفرجوا فيها في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، غتكون بحضور من اهرامات الموسيقى المغربيه ولا كذلك الفن الكوميدي، منهم الفنانه القديره سعيده شرف اللي غتكون ضيفه في السهره ديال شوف تي في، كذلك الفنان حاتم ادار، كذلك هناك فكاهيين ولا عرائسهم شرقي الساروتي، عرائسهم جواد السيح، يعني هناك بزاف المفاجات كبيره كبيره بزاف في سهره راس السنه بالنسبه لقناه الشعب شوف تي في. فالناس اللي بغاو يتفرجوا فيها غتكون متاحه غدا ان شاء الله في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديال قناه شوف تي في، ويكونوا فيها بزاف الاسرار وبزاف الطرائف اللي غيضحكوكم كاملين ديال السنه كامله اذا ترقبوها. نبغي نقول لكم شكرا حسن المتابعه ديالكم، نلقاكم بث اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والى اللقاء مشاهدينا الكرام.